مالي عامل عيان عنده روتين. قبل ما نخش كلمه الكونسيبت التريتمنت بتاع الروتين ده، تعالوا نبص بصه كده شامله شويه. تعالوا نتكلم على لما نيجي نعالج كانسر، اي كانسر، ايه هي الموداليتيز اللي موجوده عندي في علاج كانسر؟ موداليتيز دي مقصود بيها ايه؟ انا بعالج بايه؟ ايه الميثودز اللي انا ممكن اعالج بيها الكانسر؟ تعالوا نفتكرها مع بعض. اول حاجه عندي في السيرجري، صح؟ ده ممكن يتعالج سيرجري، ممكن يتعالج عن طريق كيمو ثيرابي. والحقيقه في الكيمو ثيرابي في بعض التست بتسمي الكيمو ثيرابي هم السايتوتوكسيك دراج، اللي هي السايتوتوكسيك دراج اللي هي ادويه الكانسر. بس في بعض الريفرنس بيحط على الكيمو ثيرابي دي حاجات ثانيه، يعني بيحط هرمون ثيرابي، في ناس بتحطها مع الكيمو ثيرابي وناس بتحطها لوحدها. بس طبعا الهرمون ثيرابي دي حاجه ليميتد شويه. دي بستعملها في مين الهرمون ثيرابي؟ اي ميديشن سنسيتيف للهرمون. من اشهر الحاجات اللي عندنا سنسيتيف للهرمون بتبقى حاجه زي الكانسر بريست، حاجه زي الكانسر بروستات. دول من الحاجات الفيري كومن ان انا ادي العيان بتاعي هرمون انتاجونست علشان اعالج نوع من انواع الكانسر في اللي هي هرمون سنسيتيف تيشو. في عندي حاجه اسمها تارجت، وده برضه في بعض تكست بيحطوا تبع الكيمو ثيرابي، في ناس بتحطه لوحده. هنتكلم على التارجت ده دلوقتي، بس في ايه تاني موداليتيز؟ طبعا في عندنا راديشن. في عندنا الراديشن ده بيستعمل برضه من ضمن الموداليتيز اللي انا ممكن اعالج بيها كانسر. في عندنا ايه تاني؟ في عندنا حاجه دلوقتي اللي هي جديده شويه بنسميها بريسيجن ثيرابي. البريسيجن ثيرابي دي حاجه لسه بقى في الريسيرش، ان هو بيفصل العلاج بتاع الكانسر على حسب العيان، ودي حاجه طبعا ليها علاقه جينيتيك. من ضمن برضه اللاين اوف تريتمنت اللي ممكن نسمعها في علاج الكانسر حاجه زي البون مارو ترانسبلانت. طبعا ده هيبقى مهم قوي طبعا واحنا بنتكلم على اللوكيميا. طيب احنا ممكن في اللوكيميا تفتكروا هنستعمل ايه دول؟ كيموثيرابي. احنا غالبا هنستعمل سيرجري اكيد، لا اكيد هنستعمل كيموثيرابي، هنستعمل التارجت، هنستعمل الراديشن، هنستعمل البون مارو ترانسبلانتيشن. تعالوا نتكلم شويه بالتفصيل شويه عن الحتتين. يعني ايه السايتوتوكسيك دراجز على الكيموثيرابي؟ اولا دي جروب من الدراجز بتشتغل على في السيل. ممكن تشتغل على ايه في السيل؟ مجرد جاست نيم، مش هنحفظ اسامي حاجه بتاعتي. اولا ممكن يكون بشتغل على انتي ميتابولايت. في مجموعه اسمها انتي ميتابولايت. ايه الانتي ميتابولايت؟ زي مين؟ حاجه زي الميثوتريكسيت. ده بيقلل الفورميشن بتاع النيوكليوتايد. حاجه زي البيورين انالوج، بايلوميدين انالوج. دي ادويه بنسميها انتي ميتابولايت. في مجموعه بنسميها الكايليتنج ايجنت. ايه الكايليتنج ايجنت؟ دي حاجه بتخش تبوظ في الدي ان ايه بتاع السيل. اسمها جروب كبير وبيستعمل كتير قوي اسمه الكايليتنج ايجنت. في عندي جروب اللي هو بسميه انتي بايوتيك. الانتي بايوتيكس برضه بتشتغل على الدي ان اي. في عندي مجموعه اسمها انتي مايتوتيك، واضح. تشتغل على ايه؟ على التبيورين بتاع المايتوزيس. في حاجات مسلمية، في حاجات بتشتغل على التوبو ايزوريز 1 والتوبو ايزوريز 2، وفي بلاتينم كومباوند.
في ادويه كتيره قوي 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 تحت عنوان الكيموثيرابي او السايتوكسيك. انا مش فاهمني تفاصيل الكلام ده، بس يهمني بقى حاجه مهمه. اما تيجي نستعمل الادويه دي بنستعملها ازاي؟ نمره واحد، غالبا بتستعمل كومباينيشن. يعني ايه كومباينيشن؟ غالبا بحط دوايين ثلاثه اربعه مع بعض. خد بالك الكومباينيشن ده مش انك تحط واحد بالشرق وواحد بالغرب. في فن في اختيار الكومباينيشن. يعني من ضمن الفن وانت بتختار لازم تختار حاجه تشتغل سيكويشن يعني وعلى خطوتين وعلى بعض. هفكركم بحاجه سهله قوي. فاكرين الصلصه والترايم سكرين؟ بيشتغلوا ازاي؟ ورا بعض. فدي حاجه سيكويشن. حاجه كمان وانت بتختار الكومباينيشن، وانت بتختار الكومباينيشن ما ينفعش تدي دوايين توكسيك لنفس الاورجن. ما كده مش هينفع. العيان كده هيموت من الدوايين دول. ادي حاجه في اختيار الكومباينيشن. فاحنا لما نيجي نعمل الكومباينيشن بنختار ايه بقى؟ في الكومباينيشن انا بعمله علشان اقلل الريزيستنس وكمان عشان اعمل ايه في الادفرس افكت؟ ها؟ بقلل شويه الادفرس افكت. فده اسمه كومباينيشن، دي حاجه. نمره اثنين، غالبا الادويه دي بتتاخد في سايكلز. يعني ايه سايكلز؟ يعني انا مثلا خدت اربع ادويه هديهم، هدخل عيان في يوم يومين ياخد اربع ادويه وبعدين اريح ايه؟ اسبوعين. طب ليه؟ ناخد بالنا من حاجه مهمه قوي في علاج الكانسر. السايتوتوكسيك دراس مش بتموت بابسوليوت نمبر، هي بتموت برسنت. يعني تموت 99.9% من الخلايا اللي موجوده، فاضل كام؟ 0.1%. هيرجع ايه؟ يرجع لك تاني فارجع عنه. بس في حاجه مهمه قوي في السايكل بقى، دي مهمه قوي. هو ايه اشهر عيب في السايكل بس؟ انه زي ما بيأثر على الكانسر سيل بيأثر على النورمال سيل. اشهر نورمال سيلز بتتأثر هي الرابيدلي مالتيبلاينج. زي مين؟ تعالوا نبص للبول مارك. سيبنا من الليل، بص للبول مارك. في عندي وايلد ديسيز، في عندي بليتلت، في عندي هارد ديسيز. مين أول حاجة تتأثر؟ ليه الوايلد ديسيز أول حاجة تتأثر؟ لأن اللايف سبان بتاعها إيه؟ قليل قوي. يليها مين؟ لأن الوايلد ديسيز دي في لايف سبان ممكن يوصل لساعات. يليها بليتلت اللايف سبان بتاعها إيه؟ يبقى حوالي مثلا أسبوع. يليها طبعا الهارد ديسيز. وبالتالي انت بتواجهنا مشكله كبيره قوي وانت بتستعمل السايتوكسيك. انت اديتني عيان عنده ورم واديت له سايتوكسيك. بس بعد شويه لقيت ان الوايت ديسيز ها قليله. هو المفروض لينا عارف السايكل الثانيه. يعني بعد اسبوعين حد السايكل الثانيه. طب تعالى نحسبها. انت جيت قبل اسبوعين قبل ميعاد السايكل لقيت النيتروفين عند العيان دي ايه؟ قليله قوي. هتقدر تدي السايكل التاني؟ ما ينفعش. وبالتالي دي نقطه بنراعيها قوي واحنا ماشيين في موضوع السايكل دي، وهنتكلم عليها بعد شويه بالتفصيل لما نخش في اللوكيم. يبقى الحاجه المهمه في الكيموثيرابي بس تبقوا عارفين كومباينيشن، تبقوا عارفين ان في سايكلز بتتاخد، تبقوا عارفين ان هي زي ما هتاثر على الكانسر سيل هتاثر على النورمال سيل، وخصوصا ان هي رابد مالتي بلاين ما بتفرقش، فبتاخد الاثنين مع بعض. طيب يعني ايه تارجت ثيرابي؟ تارجت ثيرابي ده في بعض الكانسر سيل يبقى في عندي حاجه اسمها جروس فاكتور. الجروس فاكتور ده بيبقى زايد نتيجه بقى ممكن حاجه جينيتيك يعني ماليش دعوه، بس بيبقى فيه جروس فاكتور وبيبقى فيه ريسبتور للجروس فاكتور. زي ما انا رسمتها كده جزء ايه؟ جزء اكسترا سيلر وفي جزء اللي هو الانترا
سيجنال اللي هو السيجنال اللي هيديني السيجنال ميكانيزم اللي هو هيشتغل بقى ويديني ال ان هو يعمل بروليفريشن في السيلز. تارجت معناها ايه؟ انا بهاجم الحته. فقدامك حلين تهاجم الحته. لا اما تدي حاجه تهاجم البروس فاكتور بره او تهاجم الريسبتور اللي بره، وفي الحاله دي ده بيبقى الادويه اللي بتنتهي مات. اي دواء تلاقيه ينتهي بكلمه مات مونو كلونال انتي بوديز. طبعا الانتي بوديز حجمها ايه؟ كبير، فدي هتبقى تشتغل بره فده يهاجمني. لكن في عندنا ادويه بتبقى تارجتد بتخش تهاجم الانترا سيلولار كومبوننت بتاع الريسبتور، وده مثلا يبقى حاجه اللي هو بنسميها تايروزين كاينيز. تايروزين كاينيز ده بيعمل ايه؟ بيعمل بروليفريشن. طب الدواء اللي هيخش جوه الخليه ويهاجم، اي دواء تلاقيه ينتهي بنب يبقى ده ايه؟ يشتغل في ايه؟ انترا ولا اكسترا؟ يشتغل في انترا. طبعا احنا عندنا ريت في امثله مشهوره قوي، يعني في الكانسر بريست في اللي هو الهيت 2 انتاجونست. الهيت 2 ده عباره عن زي الجين كده كروس فاكتور فبهاجمه. كمان بنطلع حاجه عارفين اللي هو الاندوثيليال جروس، الاندوثيليال فاسكولار جروس فاكتور. وده مهم قوي في الكانسر. ليه؟ ما هي اي كانسر سيل محتاجه بلاد فيسلز، وده اللي بيصنعها البلاد فيسلز. في ادويه كانت موجوده خلاص مكروف انها تستعمل في الانواع دي من الامراض. مش بس كده، ده انا كمان جيت على التارجت دي وعملت حاجه ثانيه. هو انا لو حطيت على الانتي بوديز حاجه ايزوتوبس، ريديو اكتف ايزوتوبس، ها؟ ايه الميزه اللي فيها؟ هتخش جوه تتعرف على الانتيجين بتاعها وتطلع الماده دي فين؟ في الاريا بتاعت الكانسر. فدي حاجه ساعات بنحط عليها دواء سايتوكوسيك، فبرضه هيبقى نسبه ايه؟ نسبه اللي هو بيطلع فين؟ بيطلع في الاريا اللي فيها ده. فدي اسمها تارجت سيل. ايه الفرق بقى بين السايتوكوسيك والتارجت؟ احنا قلنا سايتوكوسيك ما بتفرقش، بتاثر على الكانسر وعلى النورمال، هارمفول للاثنين. امال التارجت ها بقت ايه بقى؟ بقت احتماليه انها تاثر على النورمال بقت ايه؟ بقت اقل بكتير قوي من السايتوكوسيك. وده فرق مهم قوي موجود في النوع ده من السبب. دي فكره عامه، بس انا عايزكم تبقوا عارفين ان ده هنستعمله دلوقتي وهنطبقه في الجزء في العلاج بتاع اللوكيميا. قبل ما نخش برضه في علاج اللوكيميا، واحنا بنعالج بقى الكانسر، في تيرمز كده هتسمعوها في علاج الكانسر. في حاجه اسمها اللي هو البرايمري ثيرابي. البرايمري ثيرابي ده غالبا انا بشيل الورم. بشيله بقى بموته، فده اسمه انا كده بتارجت مين؟ بتارجت الورم نفسه. وده غالبا موست بروبابلي بيبقى جراحه. غالبا الا طبعا لو حاجه ما اعرفش اعمل فيها جراحه. ممكن تسمع حاجه اسمها ادجمنت. ادجمنت معناها ايه؟ ودي بنسمعها كتير. اي واحده عملت شالت بريست كانسر بعديها بتاخد ايه؟ ممكن اديها ايه؟ راديشن، ممكن اديها هرمونال ثيرابي، صح؟ ليه بقى؟ عشان اقضي على اللي باقي منه، فده اسمه ادجمنت. يبقى الادجمنت بيجي بعد البرايمري ثيرابي، عشان احنا سمعناها. في حاجه اسمها نيو ادجمنت. ايه النيو ادجمنت اللي عندنا؟ احيانا لما تيجي تعمل جراحه لمريض عنده كانسر، الورم بيبقى متشعب ومشابك في الجسم، ما تعرفش انك انت تشيله. طب تعمل ايه؟ قبل ما تشتغل جراحه ها تدي ايه؟ تدي حاجه زي الراديشن، تدي حاجه زي الكيموثيرابي، بتعمل ايه في الحجم شويه؟ تقلله، فده اسمه
نيو ادجوفنت. فالنيو ادجوفنت يعني تستعمل حاجه قبل ان هو البرايمري ثيرابي او الجراحه بتاعها. هتسمع حاجه اسمها هاليف. البالياتيف دي بقى ايه؟ دي بقى انا بعالج ايه؟ انا بعالج الكومبليكيشن اللي حصلت من الكانسر والكومبليكيشن اللي حصلت من العلاج. ازاي؟ انا لسه قايل اهو، هو انت هنا مش في كومبليكيشن حصلت من العلاج؟ اثرت على مين؟ على البون مارو زي ما اتفقنا، ما هي دي كومبليكيشن. ممكن حاجة من الكانسر، ممكن مثلا عيان عنده لوكيميا والسبرين بتاعه كبير وعامل له بريشر سيمتوم مأثر عليه في حياته، ممكن تعمل له ايه؟ تشيل السيمتوم. إذا في حاجة اسمها هاليتيف. دي علشان ايه؟ هاليتيف علشان إن أنا أعالج الكومبليكيشن بتاعة الكانسر أو الكومبليكيشن بتاعة التريتمنت بتاع الكانسر. يبقى هنا اللي يهمني طبعاً يعني حاجتين مهمين. بالنسبه للكيمو ثيرابي والسايتوتوكسين بيتاخدوا كومبينيشن عشان اقلل الريزيستنس واقلل السايد افكتس، بيتاخدوا ثرو سايكلز. وزي ما اتفقنا السايكلز دي ليها مواعيد محدده بس مش حاجه ثابته، لازم وانا بديها اخد بالي من شويه حاجات كده قبل ما اخش للسايكل الثاني. في عندي التارجت وهنا الكيمو ثيرابي عيبه ايه؟ بيأثر على مين؟ النورمال، بيأثر على الكانسر سيل. التارجت حاجه من الاثنين، لا اما هشتغل اكسترا سيلر، والاكسترا سيلر ده هيبقى ايه؟ ماء. لو قريتوا اي دواء ماء تعرف ان هو ايه؟ اكسترا سيلر. او بيشتغل على التيروزين كايليز اللي جوه وده اسمه نيب. يبقى النيب ده غالبا بيشتغل انترا سيلر. عشان لما تقروا اي حاجه تبقى فاهم اللي بتشتغل فيه. دي فكره عامه كده عن علاج. نبدأ نخش بقى في مين؟ الكونسبت في علاج اللوكيميا. تعالوا نشوف بالنسبة للوكيميا. هو إيه أنواع الستيم سيل اللي عندنا؟ ها؟ الستيم سيل عندي في نوعين جوه. في اللي هي المايلوجينوس اللي هي المايلويد ستيم سيل او اللي هي الليمفو سيتك. المايلويد دي بتدي ايه؟ بتدي كل حاجه، بتدي ار بي سيز، بتدي بليتلت، وبتدي اللي هم الجرانيولوسايت اللي هي الماكروفيج والكلام ده كله والنيتروفيل. بس طبعا هاخد بالك هي مش مره واحده بتبقى جرانيولوسايت دي ماتيور سيل، فبتتحول لايه؟ ها؟ الاول تديني اللي هي البلاست سيل اللي هي الماتيور، وبعدين تتحول الى اللي هو الماتيور سيل. نفس الكلام في الليمفوسيتك. الليمفوسيتك في عندي ثلاثه لاين. الاول بتبقى بلاست الماتيور، وبعدين بيديني التي والبي والناتشرال كيلر سيلز. لكن هو البون مارو او الستيم سيل اللي عندنا. ايه انواع الليمفوما؟ بنقسمها على حسب حاجتين. هقسمها على حسب الستيم سيل، وهقسمها على حسب الماتيوريتي بتاعت السيل. هيبقى عندي نوعين. في حاجة اسمها ايه؟ مايلوجينوس لوكيميا. مايلوجينوس، اللوجينوس دي هي طالعة منين؟ طالعة من المايلويد ستيم سيل. ودي حاجة اقسمها لينا حاجتين، ها؟ أكيوت مايلوجينوس لوكيميا. يعني ايه أكيوت؟ ده أنا قسمها كده، يعني مين اللي كان فين اللي فيها كتير؟ هي البلاست سيل. أو كرونيك مايلوجينوس لوكيميا. طيب بالنسبه للليمفوسيتك نفس الكلام، ها؟ هتبقى اكيوت ليمفوبلاستيك لوكيميا واكيوت
لاستيك لوكيد. فده على حسب السن سيل وعلى حسب نوع السن اللي هو. طب نبدا الاول نعالج اكيوت لوكيد. هنعالج ازاي؟ والعيان في الأكيوت لوكيميا جاي في أنهي فيز اللي هي الراس سيل إيه؟ عالية. فنمرة واحد أنا بيبقى عندي تو ستيجز. العيان جاي لي في الأكيوت فيز اللي هو مليان راس سيل. إيه التارجت بتاعي أو إيه الجول بتاعي؟ أعمل حاجة اسمها إندكشن أوف ريميشن. Induction of remission. يعني ايه Induction of remission؟ الديفينيشن بتاعها ايه؟ ها؟ ان انا بموت مين؟ بموت البلاست سيل في البريفرال بلاد. تبقى ستيل موجودة في البولمر بس النسبة ايه؟ بالنسبة قليلة، اقل من 5%. ده هو معنى كلمة ريميشن. يبقى الريميشن او induction of remission معناه ايه؟ معناه ان انا بقلل او بقضي على البلاست سيل اللي موجوده في البريفرال بلاد وفي نسبه بسيطه موجوده في البول بلاد. ده اسمه induction of remission. طيب بعد ما عملت الريميشن عايز تعمل ايه في الريميشن ده؟ continue in remission. يبقى بالظبط كده يعني ايه؟ لان خد بالك ساعات في الروتين بيحصل ايه؟ بعد ما تعمل ريميشن يرجع تاني لايه؟ يخش في الاكيوت فيل حاجه اسمها بلاستيك كرايسيس. يبقى انا نمره واحد عملت induction of remission. وفي الاندكشن اوف ريميشن دي ليها كرايتيريا. امتى اقول ان انا عملت اندكشن اوف ريميشن؟ نمره واحد ها البلاست سيل في الدم قلنا ايه؟ اختفى. نمره اثنين النيتروفيل فوق ال 1500 ما ينفعش تبقى لو هي قليله مش هينفع. البليتلت فوق ال 100000 دي كرايتيريا كده للريميشن. والبلاست سيل اللي في البون مارو ها اقل من 5%. لو انت عملت كده اسمك عملت ايه؟ عملت ريميشن. طيب continue remission تبدا تقضي على باقي الخلايا اللي موجوده. ليه بقى بتقضي عليها؟ لانها في ريسك انها ايه زي ما قلت ايه؟ ترجع تاني تنمو تاني وتخلي العيان بتاعي في بلاستيك كراس. ادي اول حاجه مهمه. يبقى هدفك في الاكيوت ستيج ها نمره واحد ايه؟ induction of remission ده في الأكيوت ستيج. أول ما تعمل remission ها to continue remission. طب بنعمل الكلام ده بإيه؟ ها؟ اقترحوا عليا من أنا قلت ممكن أعمله بإيه؟ كيموثيرابي صح؟ ممكن أعمله بتارجتد ثيرابي ممكن استعمل الريديشن. ناخد بالنا من حاجه وانت بتعمل اندكشن او بتعمل كونتينيويشن اوف ريميشن عينك على السي ال اس. اي حاجه من دول عينك على السي ال اس. عينك على السي ال اس يعني ايه؟ لو حصل اي انفلتريشن في السي ان اس من اللوكينج سيلز لازم تتدخل وتعالجها. طب هتعالجها بايه؟ احيانا الادويه اللي بنستعملها هنا ما بتنفعش في السي ان اس فلازم اتصرف. اعمل ايه؟ قدامي حاجه من الاثنين لا ايه لا ايه. ممكن اعمل راديشن او ادي سايتو توكسيك.
ساعات السيتوتوكسيك ها ما بيعديش البلوت برين بارير دي ازاي انترا سيكال يبقى خد بالك انت بتعمل اندكشن اوف ريميشن سواء بتعمل كونتينيويشن اوف ريميشن ما تنساش مين ما تنساش السي ان اس سي ان اس المهم قوي 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 عينك عليه وتتعامل معاه سواء رانزيشن سواء سايتوتوكسيك دراجز في حاجه كمان ممكن اعملها حاضر لسه فيه ده انا ممكن كمان ابتدي اعمل للعيان سبورتيف ثيرابي او بالياتيف السبورتيف ثيرابي اعملها ليه هتقولي ليه انت مدي ايه مدي كيمو ثيرابي صح ومديه في صوره ايه دوز عاليه وسايكلز وكومباينيشن واتفقنا وانت بتعالج بيحصل ايه بقى؟ يحصل ديكلاين في البون مارو سيل عايزهم بالترتيب نمره واحد مين؟ اللي هي النيترو بينيا نمره اثنين ثرومبو سايتو بينيا نمره ثلاثه انيميا دول انا متوقع ان هم يحصلوا وانا بعالج يبقى احنا استعملنا لحد دلوقتي كام موداليتي في علاج اللوكيميا ها استعملنا الكيموثيرابي استعملنا التارجتد والفرق بينهم فاكرين التارجتد ديستو ما بيأثرش قوي على النورمال استعملت راديشن في بعض حالات مين زي السي ان اس انفلتريشن عملت سبورتيف او بالياتيف ثيرابي للمشاكل اللي حصلت من كيمو ثيرابيتيك ايجنت اللي هم النيتروبينيا والثرومبوسايتوبينيا والانيميا. طب تعالى نتعامل معاهم. هعمل ايه في النيتروبينيا؟ اولا زي ما قلت لكم هي ايه مشكلتها؟ لو حصلت هعمل ايه في الدوز او السايكل الثانيه؟ هاخرها مش بس كده العين عندي نيتروبينيا يبقى مور لايكلي تو ريفيل انفكشن. حاول تصلح لي النيتروبينيا نصلحها بايه؟ ممكن نصلحها بحاجه اسمها كولين ستيميوليتنج فاكتور. الكولين ستيميوليتنج فاكتور في عندي نوعين في جرانيولوسايت كولين ستيميوليتنج فاكتور او جرانيولوسايت ماكروفيج كولين ستيميوليتنج فاكتور. جرانيولوسايت كولين ستيميوليتنج فاكتور او جرانيولوسايت ماكروفيج كولين ستيميوليتنج فاكتور. ايه بقى؟ دي مهمه بقى قوي. ايه ميزه دي؟ ايه الادفانتج لما هتدي ده؟ نمره واحد انت كده قللت الديوريشن بتاع النيتروبين. نمره واحد. نمره اثنين بما انك قللت الديوريشن الكومبليكيشن هتقل بتاعت النيتروبين ولا لا؟ الانفكشن فاضل ميزه كمان ها هقدر ان انا ادي السايكل بتاعي فين؟ عشان اعدها خلاص لكن خدوا بالكم قوي 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 هنا بقى ما ننساهاش هي تنفع تديها في كل انواع الاكيوت لوكيميا سواء المايروجينوس او الليمفوسيتيك هنا وش ليه؟ هي اسمها ايه؟ كولين ستيميوليتد فاكتور بالجرانيولوسايت. ممكن تعمل تيومر. انا ما عنديش مشكله في الليمفوسايت صح؟ يعني الليمفوسيتك لوكيميا فيها مشكله؟ لا ما فيهاش مشكله يا عم. امال المشكله في مين؟ ها؟ في المايروجينوس. مش عايز اقول ما بتديش. ولكن عايزكم تبقوا اوير بحاجه. نمره واحد. هو ينفع الكولين ستيميوليتد فاكتور تتاخد في كل الانواع؟ لا نمره واحده مبدئيا الديسيجن بتاع انك تديها في الليمفوسيتك سهل ولا لا؟ سهل. الديسيجن انك تديها في الاكيوت مايلوجينوس لوكيميا سهل؟ لا مش سهل. ده ديسيجن انت حضرتك بقى ممكن بتقييمك للمريض تقدر تقول ادي ولا ما اديش بس تبقى اوير ان في ريسك ولا لا؟ في ريسك. فدي نقطة مهمة قوي واحنا بنتكلم على
الكولين ستيميليت انفكشن. ها واضحه؟ تاني كل ستيميليت انفكشن في كل انواع لفوزيتك ما فيهاش مشكله. مايوجينس يعني ما اعرفش. تدي ما تديش ده كلينيكال ديسيجن مبني على تقييمك للحاله بس تبقى عارف ان في ايه؟ في ريسك ان هو هيشغل لك اكرامك بس سيلف وبالتالي في ريسك انه تحصل منك الحاله دي. اوكي؟ طيب الثرومبوسايتوبينيا عليها بايه؟ حتى البليتلت لو هي واحده ست هقلل الريسك اوف بليدنج اوقف لها الانستنويشن ممكن اديها بيرث كنترول اقول لها ممكن حاجه توقف الانستنويشن خالص لان انا لو حصل لها الانستنويشن هتفصل دم كتير قوي اللي عندها ايه؟ سيوله في الدم. لو في ريسك انها تنزل ينزل المعده بعمل ايه؟ ممكن اديها انتي او ادي وادي العيان ده حاجه بروتكتيف اجينست الجاستريك ألسر. طبعا بقى لو حصل بليدنج الشروط عليها بدي اللي هو البليت بتاع العيان ده فده هنا الثروم سايتوكين. طب الانيميا ممكن تدي بلط وممكن تدي ريزوبروتين. ها نرجع تاني مايوجينز ريزوبروتين ممكن لكن ده برضه ايه؟ ها خد بالك فيعني الموضوع ما بقاش فيه حاجه في البنسن اسمها كونترا انديكيشن. الموضوع بقى بيقيم يا جماعه ريسك بنفيت ادي ولا ما اديش لكن اكيد وانا بدي ببقى عارف الريسك اللي ممكن يحصل وبالتالي ده هنا في الريسك بوينتي. في حاجه ثانيه ممكن نعملها للعيان ده لو كان في الموداليتي في سيرجري احنا استعملنا الكيموثيرابي والتارجتد والراديشن والباليتيف والسبورتز كل ده استعملناه. ها كل حاجه ممكن نعملها ايه؟ اكيد فاضل اهو ممكن اعمل بون مارو ترانس بلانز. تعالوا نشوف البون مارو ترانس بلانز ناخد فكره عنه يعني فكره بسيطه عن يبقى كده اتفقنا ان الاكيد فيها مشكله واضحه بنتعالج ازاي وكلها ماشيه بطريقه منطقيه معانا. طيب هنيجي بعد كده للبون مارو ترانسبلانت. البون مارو ده بنجيبه منين؟ في طريقتين. في حاجه اسمها اوتوريبس وفي حاجه اسمها هومولوجس. المشكله في البون مارو ترانسبلانتيشن مش العمليه ان العيان يعني
يعدي الفترة اللي هو ما فيهوش فيها ايه؟ ما عندوش الخلايا دي. هي دي المشكلة فيها. ده لو بطولرس. طب لو جاي معينة من العيان نفس الستيتش. هي هي. هديكيني. هجيب الستيم سيل بس مش من العيان. هجيبها من مين؟ من واحد تاني. من دونر. ادي الستيم سيل. وتشيلها. وبعدين تخش بلارج دوز كيمو. وبعدين تاخد الستيم سيل اللي جبتها من اللي هو الدونر ها تديها للمريض. وبعدين انا لما فرقت ايدي عندي ها بالظبط كده هنا لازم ياخد كده اميونو صب ريسبونس. انت متخيل بقى مريض ما عندوش بول مارو انت لاقي بول مارو وبيكون لسه بيكون خد لك وقت بقى عمال بتكون وكمان بتديني اميونو صب ريسبونس. عشان كده مشكله البول مارو لو بتسمعه يبقى في كده زي استيرايد اريا موجود فيها تنت استيرايد. هي المشكله في الوقت ده انه يعدي الفتره دي التعامل معاه مش سهل مش يعني مش كده التعامل معاه بحرص جدا لانه لو وقع اي انفكشن لا طبعا لا هيعرف يبقى فين. فده الفكره بتاعت البول مارو ترانسبلانتيشن. ها كده فهمنا البرنسبل الكونسبت بتاع الاكيوت. نقولها كده بسرعه في الاكيوت فيز اول هدف اول جول في الاكيوت فيز ايه؟ انك تعمل ريميشن. وبعدين لما تعمل ريميشن تقوم عامل بعد كده ايه؟ كونتينيو ريميشن بتاع العمليه. ده الهدف. المودالتيز اللي ممكن تستعملها وهو ممكن تستعمل كيمو ثيرابي تارجت ثيرابي سبورت ثيرابي بول مارو ريتيو ثيرابي ينفع اه بيضيف مين؟ في السي ان اس. وما ننساش السي ان اس مهم قوي في الحاجتين دول. عينك عليه عشان ما يبقاش فيه انفلتريشن. كل ده حصل. بديه اه بديه كل ده. في السبورت ثيرابي لو بتعالج نيتروبينيا ممكن تستعمل كل السيميليتنج فاكتور بس خد بالك كل الانواع لا. يعني مش هقدرش اقول اه كده بقلب جامد قوي. وانت بتديه في الاكيوت مايلوجينز ها تاخد بالك من ايه؟ في ريسك انه يحصل فلاري من اللوكيميا. هي دي بس النقطه اللي تاخد بالك منها وانت بتفكر فيه. ثرومبوسايتوبينيا بتعامل معاها بطلعها في اي نزيف بدي البيتلت. الانيميا الريسكوبروتين برضه ارجع واقول تاني ها ناخد بالنا من الريسكوبروتين. ايه الفرق بقى بين الاكيوت والكرونيك؟ انا العيان جاي لي اوريدي كرونيك. يعني هو اقدر اقول في مرحله ايه؟ مش اللي هي البلاستيك فيز هو في مرحله الايه؟ الريميشن فاكرين؟ فهو جاي في كرونيك فيز. يبقى انا هدفي في الحاله دي ايه؟ هو جاي لي بريميشن اوريدي يعني في خلايا بس مش البلاستيك سيل مفيش بلاستيك سيل وبالتالي تو كونتينيو ايه؟ انا هدفي هنا ايه؟ استمر في حاله الريميشن دي تفضل موجوده. اه حابة اشتغل عليها بس المهم عندي انها ما يحصلهاش فين؟ ليه بنقول الكلام ده؟ لانه في احتمالين ممكن يحصلوا. اول احتمال دي حاجه اسمها اكسلريتد. اكسلريتد ابص الاقي البلاست سيل ها عماله ايه؟ عماله تزيد. بس ما وصلتش لليمت معين، لانها لو وصلت لليمت معين بسميها بلاستيك كرايسيس. يبقى الاكسلريتد دي ها عباره عن ايه؟ بلس زائد ولكن بنسبه ايه؟ معينه يعني حسب ما يقال ان هي اقل من 20% بس دي اكسلريتد. اكسلريتد يعني ايه؟ ماشيه في كده. بلاستيك كرايسيس معناها ايه؟ لا ده خلاص عدى ودي بقى بلاستيك كرايسيس. ايه الام بتاعك؟ وانت بتعالج احنا قلنا هنا الام بيفضل في الحاله دي وابدا اتعامل مع الخلايا بتاعتي. طبعا وانا بتعامل مع الخلايا بتعامل سيمتوماتيك بقى. يعني عيان مثلا جاي لي بكرونيك مايلوجينس لوكيميا وعنده سبلين كبير، ممكن
اعمل واعمل له فريشر سيلتو ممكن اشيل اسمه. الخلايا اللي هي الكرونيك دي بتحاول على قد ما تقدر تقللها، لكن خد بالك انك انت ما يحصلش ان العيان ان هو يخشش منا ولا في اكسلريتد ولا في بلاستيك كراس، صح كده؟ طيب لو حصل بقى اكسلريتد ايه بتاعك منطقي يا جماعه؟ ها ارجعه ايه؟ ارجعه هنا تاني صح؟ طب لو حصل بلاستيك ها ارجعه هنا تاني؟ ده بالنسبه يعني انت عايز العيان يفضل في الكرونيك مايلوجينس ليكيميا وهتعالجه، انا مش بقول هسيبه كده بس هتعالجه. بس خد بالك من حاجه بقى، لو دخل منك في اكسلريتد او بلاستيك كرايسيس ورجعته للكرونيك مايلوجينس اقدر اقول ان ده راديكال كيور؟ لا، انا رجعته بس لايه؟ للريميشن فيز بتاعته عشان يفضل كده ما يخشش مني في بلاستيك كرايسيس. ايه الموتاليتيزم؟ ها؟ استعمل ايه؟ فيري سيمبل، كيمو ثيرابي يمشي؟ ها؟ طبعا كيمو ثيرابي. تارجت يمشي؟ الكرونيك مايلوجينس لوكيميا بتتعالج بالتارجت ثيرابي، وفي دواء مشهور قوي لدرجة اللي هو الانتينيب ده مش عارف ايه الانتينيب ها؟ انتراسيلر تيروزين كايناز انهبيتور. الدواء ده مش بس بيعالج المريض ده، كمان في ريسيرش بيقول انه بيقضي على عارفين اللي هو الكروموزوم بتاع الكرونيك مايلوجينس ليكيميا ده بيقضي على الجينيتك ابنورماليز. فيعني في ريسيرش عارفين ان هو مش بس بيوقف المرض، لا ده كمان بيعالج الجينيتك ابنورماليز. ها هتقدر في العيان ده وانت بتعالج هتحتاج سبورتيف ولا لا؟ ممكن احتاج سبورتيف. طبعا ممكن راديشن، ممكن لو في اي انفلتريشن ممكن استعمل راديشن، كل ده ممكن. ده حتى السيرجري يا جماعه صح؟ السيرجري قلنا ايه؟ لو انا عيان اعمل له سيمتوماتيك وسكرينو ميجري ممكن اخش اشيل سكرين. كمان هتعمل له بون مارو ترانسبلانت ولا لا؟ بون مارو ترانسبلانت نفس الكلام. بس تعرف الجول بتاعك في كل حاجه كرونيك خليكس وعيد اكسلريتد رجعه تاني للريميشن، بقى بلاستيك رجعه تاني للريميشن. واضحه؟ طيب فاضل بقى عندي حاجتين كده صغيرين. في النوع الاولاني اللي هو الثاني قصدي اللي هو الكرونيك ليمفوسيتيك لوكيميا، ده بعض الناس بتقول عليه ان هو النص بينايل، لدرجه ان من ضمن طرق علاجه وتنسيب اذا كانت مفيش مشكله كبيره عند العيان استنى، طالما يعني مفيش مشكله كبيره واتش فول ويتنج استنى، ده لو مفيش مشكله كبيره. لكن لو ظهر مشاكل هتعالج بايه؟ ايه الموداليتيز اللي ممكن تعالج بيها؟ هي نفس الكلام كيمو ثيرابي والتارجت نفس الكلام عادي فيها الحاله. بس ده الوحيد اللي فيه نقطه زياده اللي هو ايه؟ بوست فلويد استنى شويه. لو مش مفيش مشكله ممكن تستنى على العيان. حاجه اخيره بقى عشان برضه لما تقروا عنها. وانت بتعالج بلاستيك كرايسيس او بتعالج اكيوت لوكيميا في سندروم خطير جدا بيحصل معاك، حاجة اسمها تيومر لايسز سندروم. بصوا من اسمه تيومر لايسز سندروم. ايه ده؟ انت بتكسر ايه؟ خلايا. طب تعالى نبص ودي ان ايه صح؟ نمرة واحد دي ان ايه تكسر يوريك اسيد بيحصل فيه ايه؟ يوريسيميا. هفكرك كان من ضمن استعمالات الالوبرينول والفليوكسستات اللي هم بتوع الجوت وانا بعالج كانسر. فعشان كده ما تستغربش الناس اللي بتاخد علاج زي السايتوتوكسيك ده، ما تستغربش ان تلاقي مثلا لو هو حاجه بيعالجه تلاقي روشته مكتوبه، لازم تلاقي فيها حاجه للايه؟ لليوريك اسيد. انت بتكسر في الخلايا مش بس كده، في بقى حالات امرجنسي بقى.
انا بكسر خلايا جوه الخلايا في بوتاسيوم صح؟ ها؟ هايبركاليميا جوه الخلايا في فوسفات ها؟ هايبرفوسفاتيميا هايبرفوسفاتيميا اللي تعمل ايه في الكالسيوم؟ عكس بعض تقلله وفي حالات ممكن نشوف منها هايبركالسيميا على فكره كل ده اسمه تيومر لايسنس سيندروم وده بنشوفه كتير قوي واحنا بنعالج حالات اللوكيميا عشان كده روتين طبعا ما اقدرش اديله حاجه روتين للهايبركاليميا ممكن ادي حاجه كوبايد والفوسفيت والجي اي تي لكن الروتين بيتاخد لازم حاجه تعمل ايه في اليوريك اسيد بتقلل اليوريك اسيد في